يواصل صندوق الأمل بذل الجهود في سبيل الوصول إلى تحقيق أهدافه الرامية لدعم المشاريع الشبابية المتميزة والمبادرات القابلة للنمو. المبادرات والبرامج التي يقدمها صندوق الأمل لاقت نتائجها الإيجابية صدى واسعا، وكان لها تأثير واضح على الاستثمارات الشبابية. ومن بين هذه المبادرات برنامج بيبان الذي تم إطلاق النسخة الثانية منه بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة الأولى، وبرنامج وجهة المختص بالمشاريع التي أخذت أولى الخطوات لإطلاق أعمالها من خلال الإنترنت، وكذلك برنامج بداية الموجه للمجدين وذوي الكفاءات العالية ممن لديهم أفكار ريادية فريدة من نوعها. ويعمل صندوق الأمل على اكتشاف وصقل وإبراز المواهب الشبابية وتمكين الشباب من تحقيق النجاح والاستمرارية في مشاريعهم، بما يعزز الجهود في دعم الشباب وتعزيز مساهمتهم في مسيرة التنمية لمملكة البحرين.